وصلنا الآن مشاهدينا إلى فقرة ضيف نناقش فيها مشروع موازنة العام المقبل بالمغرب بين تطلعات والتحديات. نرحب من الرباط بمحمد الشرقي الخبير الاقتصادي. مساء الخير أستاذ الكريم. مساء النور أستاذ عبد الله. وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون سيقدم كما ذكرنا أمام البرلمان مشروع قانون المالية 2020 وسط انتظارات كثيرة من المواطنين. ما هي سياقات مشروع المالي ورهاناته أيضا؟ مشروع القانون المالي 2020 الذي سيقدم وزير المالية أمام البرلمان سيكون برأيي أهم يعني ربما مشروع قانون مالي في السنوات الأخيرة. أولا نظرا للانتظارات الكثيرة من قبل المواطنين الذين ينتظرون ويتوقعون تحولات عميقة في معيشتهم وفي فرص عمل بالنسبة للشباب وإصلاحات في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات والاستثمار، فإذن هناك لائحة كبيرة من التطلعات وهي مسنودة بخطب جلالة الملك وآخرها خطاب جلالة الملك أمام البرلمان وأكد على يعني أهمية هذه الأولويات خاصة الأولويات الأربعة التي هي كما نقول التعليم والتكوين والتربية كقطاع يعني تنزيل منظومة التربية والتكوين وأيضا الصحة بمعنى الاستمرار في برنامج الصحة 2025 وطبعا قطاع آخر مهم جدا وهو لا مركزية ولا تمركز والجهوية، ثم الجانب الآخر المتعلق بتحفيز الاستثمار وخلق ديناميكية داخل يعني النشاط الاقتصادي العام. فإذا المشروع المالي سيكون له أهمية برأيي وسيكون يعني حدثا اقتصاديا بارزا ابتداء من الاثنين المقبل وعلى مدى اسبوع او اسبوع يعني على مدى اسابيع لان هناك يعني 60 يوم على الاقل في المجلسين، لكن يعني اليوم الذي نراه هو انه هناك يعني طموح معين قد نقول يعني هناك طموح حسب ما تسرب من النسخه الاوليه هناك يعني حوالي 90 مليار درهم يعني ستحول الى قطاع التعليم والصحه وهناك يعني امكانيه يعني توظيف يعني حوالي 19,000 منصب عمل في هذين القطاعين، طبعا هناك استمرار في دعم يعني عدد من المجالات خاصه يعني الرعايه الاجتماعيه ويعني يعني صندوق المقاصه ايضا سيبقى حوالي 14 مليار ونص، ثم الجماعات يعني الجهات ستحصل على حوالي يعني 9.5 مليار درهم، وايضا هناك يعني استرجاع ضريبة للشركات لتحفيزها هناك حوالي 10 مليار درهم، طبعا إضافة إلى يعني الحوار الاجتماعي الذي سيكلف هو بدوره حوالي 6 مليار درهم. إذا من ناحية نقول يعني كمجهود مالي يمكن أن نقول أنه هناك مجهود مالي في المشروع القانون المالي المقبل، لكن السؤال الأكبر هو كيفية يعني تمويل يعني هذه نقول الطموحات أو هذه يعني الاستجابات لأنه هذا المشروع عنده يعني وجهة اجتماعية، فإذن السؤال العريض هو كيف سيتم تمويل هذه النفقات هي النفقات الإضافية، هل سيتم يعني فرض ضرائب جديدة، هل سيتم الاقتراض من الخارج، هل سيتم تقليص بعض النفقات، يعني ربما هذه الأسئلة ستطرح في الأسبوع المقبل. نعم، أيضا هذا المشروع المالي الجديد وضع فرضيات في النمو الاقتصادي وأيضا في العجز المالي، كيف يمكن تحقيقها؟ لذلك نقول يعني اليوم هناك طموح يعني بمعنى طموح أن تحقق يعني الميزانية أو أن حق الاقتصاد نمو ب 3.7% وأن يظل العجز يعني بين 3.3 حتى 3.5% من الناتج الإجمالي في وقت زادت النفقات ذات الطابع الاجتماعية، في وقت هناك يعني نقول يعني تحولات مناخية ربما غير مساعدة للقطاع الفلاحي وأيضا في إطار ظرفية عالمية وتراجع النمو في الاقتصاد العالمي إلى 3% وأيضا احتمال تراجع النمو في الاقتصاد الأوروبي وأيضا هناك يعني المشاكل يعني التجارية بين الولايات المتحدة والصين وهناك يعني صراعات جيوإقليمية في عدد من المناطق العالم، فإذا يعني هناك اليوم تحديات أعتقد أنها على يعني واضع يعني المشروع القانون المالي أن يكون واعيون بكل هذه التحولات، لكن أعتقد أنه بالنسبة إلى ما تم تسجيله
يعني على مدى يعني السنوات الأخيرة يمكن القول، وهذا يتفق فيه صندوق النقد الدولي البنك الدولي، على أن المغرب تجاوز يعني نسبيا ما يسمى المخاطر المالية. هناك تحسن على مستوى يعني التنافسية بعض أنواع الاقتصاد، يعني مجالات الاقتصاد مثلا صناعة السيارات، وهذا يعني يعطي للمغرب يعني تحسن على مستوى مؤشرات الماكرو اقتصادية، خاصة يعني تحسين ميزان المدفوعات. هذا يمكن أن يجلب للمغرب استثمارات في يعني مهمة جدا، يعني حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. فإذا يعني هذه المؤشرات تبدو متفائلة، ولكن ما مطلوب هو مساهمة الجميع. الآن يعني هناك ربما الكرة عند ربما القطاع الخاص أيضا يجب أن يساهم، وعند البنوك، لا ننسى أن البنوك بإمكانها أيضا أن تكون يعني مساهما أساسيا في هذا المشروع الذي جلالة الملك يعني دعا أن يساهم فيه الجميع، لأنه هو مشروع مغربي مغربي. دعنا نناقش هذه النقطة. وأنت تتحدث عن القطاع الخاص، كيف يمكن البنوك أن تساهم في تمويل يعني مشاريع الشباب وأيضا إنشاء المقاولات بالاستناد إلى خطاب الملك في افتتاح البرلمان أيضا؟ أولا البنوك المغربية هي بنوك كبيرة يعني، وبنوك معروفة على مستوى اليوم العالمي، هي بنوك قوية وحاضرة في إفريقيا، والعالم كله يعرف أن البنوك المغربية تسيطر على الأقل يعني الثلث ما يسمى السيولة المالية داخل إفريقيا. البنوك المغربية اليوم تتوفر على حوالي تريليون يعني 1000 مليار درهم من الودائع ومن الديبوزيتير يعني يعني الموجودات المالية. لكن ربما الآليات التي تشتغل بها البنوك حتى الآن تشتغل بآليات ربما عتيقة وقديمة، فهي تستطيع أن تمول مشاريع ضخمة في القطاع الخاص في القطاع العقار مثلا، ولا تمول مشاريع مماثلة في قطاع الصناعة. فبالتالي يعني هذا النوع من يعني المعاملة ربما التمييزية إن شئنا هي كانت يعني في غير صالح الشباب، خاصة الذين ليست لهم يعني ما يقدمونه من رهن، قلنا يعني حتى يكون هناك ثقة. أعتقد أنه اليوم بإمكان البنوك أن تقوم ب عملتين في رأيي. العملة الأولى وهي أن تعيد النظر في طريقة تمويل مشاريع الشباب. الشيء الثاني وهو أن الدولة بإمكانها تطوير يعني ما يسمى الضمانات، وهناك الصندوق المركزي يعني صندوق الضمان المركزي يقوم بهذا الدور يعني جيد يعني. والشيء الثالث هو ممكن للبنوك أن تفتح رأس مالها أيضا أمام يعني المكتتبين، وبالتالي يمكن أن تحصل على أموال يعني عن طريق البورصة، ويمكن هذه الأموال أن تعاد تضخ في الاقتصاد الوطني عبر يعني تمويل مشاريع. ثم هناك يعني آليات أخرى بالتالي استعملها البنك المركزي لدى البنوك التجارية، وأنه سمح بخفض ما يسمى الاحتياط الإلزامي من 4% إلى 2%. بالتالي هناك اليوم البنوك لها 11 مليار درهم يعني ستكون يعني كسيولة إضافية. هذا إذا أضفنا أنه المغرب يعني وزارة المالية ستخرج إلى السوق المالية الدولية، ستقترض يعني 11 مليار في المرة الأولى و11 مليار درهم طبعا في المرة الثانية، وبالتالي ستكون هناك سيولة. ما هو مطلوب ربما وهو الأطراف كلها يعني القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية والدولة والحكومة والفاعلين كلهم يمكن أن يجتمعوا ويعني يقترحون صيغة. وأعتقد أن القانون المالي بإمكانه أن يكون هو أيضا محفزا من خلال تحفيز الناس الذين لهم ودائع نقدية في بيوتهم أن يحولونها ويضعونها داخل البنوك من خلال يعني عملية يعني مساهمات إبرائية، وأيضا من يسمى يعني التسامح أو الضريبي، هذه يعني إمكانيات. بالتالي يعني ممكن نقول يعني ممكن جدا أن تساهم البنوك، وبالتالي تكون هناك دورة اقتصادية والشباب ينشئ مقاولاته، وهذا مفيد يعني لكل الأطراف. شكرا لك محمد الشرقي الخبير الاقتصادي، كنت ضيفنا من الرباط.